call me a god. You call me a god. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. نكمل ونواصل عملية التجارة أو عملية المصنع والسيطرة عليه بعد ما صرنا ملوك في البحر، ملك ملوك للقراصنة. قبل أن نبدأ، الحين صممت أول سلاح شيلاي، هذا ليفل 2 من الأسلحة، من التوربيدات يعني، الأسلحة اللي كنت أريدها من فترة. فالحين ننقل للمستودع، و ما في داعي كان، لكن عشان نركبه كسلاح بديل أتوقع، أو لا بمقدمة السفينة بدل منجنيق. المنجنيق عندي قوي، وهذا يمكن أفضل نحط المنجنيق على جانب من الجوانب أو في الخلف. خلف ما ينفع المنجنيق في الخلف، نشوف الشيلاي نحطه في الخلف. ممكن نستفيد منه أكثر شيء بدل البازيليسك، لأنهم 82 وطلق في أعلى، ما تتغير طاقة السفينة، لكن نشوف يعني التوربيدات كيف تنطلق. غيرنا البازيليسك، نريد توربيدات. أتوقع يستخدم قذف التوربيد اللي يكون في مصفح من النص، أتوقع هذا. أيوة، ننقلها للشحنة، وهذا نرجعها، نقل المستودع. الحين صار في الخلف عندنا توربيدات، ونشوف نسوي تجربة يعني لها في مهمة التجارة. والمهمة يعني هذه تقريبا تكون أسرع طريقة إنك تجمع الدولار الإسباني، بس تحتاج إنك تفتح أكثر من مصنع. المصنع الأول اللي احنا فتحناه أمس وسيطرنا عليه تقريبا كان ميشن، لازم نوصل أول معاملة ونرجع الذهب يعني إلى هذا المخزن سانت إين، لأنه أقرب شيء منه سانت إين، فنرجع لسانت إين. ولما نرجع لسانت إين ذيك الحين ينضاف للمخزون بومعنا، فلما تسوي هذه العملية لازم ترجع مباشرة. أتوقع ما بيحاربوك ناس أونلاين بي بي بي، بس بتكون يمكن بيجيك نفس مهمة توصيل الطلبات من المصنع. بس نحدد المخزن مالك، تقدر من هنا تروح للمقر القيادي وتشوف المخزن مالك وتتوجه له، تاخذ العمولة او المبالغ، الدولار الذهبي اتوقع 60 دولار ذهبي. اريد اقرب طلق التوربيدات، اتوقع هي التوربيدات اللي تتبع، ما تتبع، هي تنطلق بشكل عمودي، لكن ضررها كبير. نشوف تجربة، ايوه هذه هي، ضررها كبير لكن مسافتها اتوقع هذه الصغيرة. أنا سويتها في الخلف، المفروض هذا تكون على الجوانب ممكن، بس أفضل في الخلف لأنها لازم يعني توجهها بشكل صحيح. نقرب هنا، لما ناخذ الضربتين اتوقع انها راح تفيدني كثير في عمليات السطو، لان في عمليات السطو يجيك من يمينك ويسارك، فتقدر انك تستعملها يعني كدامج عالي، لكنك لما تضرب الحصون ما بتفيدك. نشوف هنا الخلف، تطور جديد وجميل في هذا في السفينة راح يفيدنا كثير. الأهم إن نقدر نجيب دولار الإسباني بشكل أكبر. لاحظت ملاحظة إنك بتحتاج كثير للأسنان المتوحشة، أنا ما كنت عارف وش فائدتها، بس هي عملة تستخدمها مع الناس الموجودين في الجزيرة هذه.
هذه الجزيرة لنيرا، وهو اللي يعطيك مهام الوحش، تروح تقتل الوحش وحش البحر يعني، ويعطيك هذه العملة اللي تقدر تشتري من عنده نفس الشخص، تشتري من عنده أسلحة. بعد فيه هناك سفينة، ما قال لي لحد الحين ما لقيتها، سفينة الأشباح تظهر في المساء فقط في أماكن معينة تقدر تلقاها فيها، ونفس الحالة تعطيك عملة وتعطيك أشياء ثانية في اللعبة. نجمع الأرباح والحين تبدأ عمليتهم مرة ثانية، نرجع للمقر طبعا، نرجع للمقر بعد ما سمينا أرباحنا وجمعناهم. وهنا طبعا هو الفيديو عمليتهم، عملية الصنع مرة ثانية، طورناه مرتين تقريبا، والحين يصنع 26 في الساعة، ونقدر نسوي تمويل بعد ساعة واحدة يخلص المخزون يعني. فيكون بشكل مستمر مهمة إحضار مواد من الإمداد وغير الأنشطة، تقدر تجيب نفس الشيء سكر توصلهم أو إنك ترفع لهم فلوس، هذا الشيء اللي أتوقعه. تقدر تسوي ترقية يكبر المخزون، يكبر الإنتاجية، ولكن لازم على فترة وفترة تدفع للتمويل. فبكذا الحين احنا عندنا واحدة ندفع لها 600 تقريبا في التوصيل، ثلاث مرات كل توصيلة، فتصرف عليها 2000 تقريبا، فما بالك يعني اذا كان عندك اكثر من هذا نبي من هذا كابتن هم اللي بي حد يريد يحاربني، اللي هو بسبب اني شال هذه البضاعة، بس هذا الاونلاين اتوقع بيحاربهم اونلاين، اقدر اعرف الاونلاين ما اونلاين، بس هو راح يحاربهم وكذا صار من طريق فاضي لنا. هذا الفيديو ما بيكون طويل واجد، بس اتوقع انه بيفتحوا عليه لنا مهمة ثانية، مهمة نهب ثانية، وفي ذيك المهمة نقدر ان نسيطر على مخزون ومخزن ثاني ومصنع ثاني، ونزيد ونضاعف الانتاجية. اتمنى ان المخزن يكون في نفس الاتجاه. طبعا مثل ما انتم عارفين ان تفتح المناطق الثانية بقيمة 5000، الحين عندنا هذا المنطقة كل المصانع هذه نقدر نسيطر عليها، فأفضل أني أبدأ أسيطر على هالمصانع الموجودة قريبة مني، لأنه بتيح لي فرصة أني أوصل بسرعة. حاليا لما يكون عندك مصنع تقريبا 10 مصانع، الأمور طيبة، ما بيكون صعب عليك أنك تتبعهن يعني وتخلصهم بسرعة، لكن لما يكون عندك فوق 12-16 مصنع عدهن، بتكون لعبتك عبارة عن توصيل وما تقدر تخلص اللعبة في المراحل الثانية. بس نفس الشيء التوصيل فقط للفلوس هذه، الدولار الذهبي، إذا كانت عندك كمية ذهب كافية من الدولار الذهبي راح تخلص مهامك وما يحتاج لك شيء يعني. ما لما يكون دارس ما مجبر إنك تخلصه يعني، فالفكرة ما فيها إنه يكون عندك مبالغ متوفرة ما في يدك، لكنك تقدر تأخذهم في أي وقت تريد. إذا عندك كمية كبيرة من الدولار الذهبي بعد تطور وتطور وتطور، بس نهاية السيزون راح يصير ويف ويروحن كل التطويرات عنك، يروحن كل المخازن عنك، ما تقدر تسيطر عليها مرة ثانية بعد 3 أشهر من اليوم. والحين بيضيفوني الدولارات الذهبية المخزنة، ثانيا لقد نجحت في بناء إمبراطورية زعامتك، عليك مواصلة توسيع إمبراطوريتك للوصول إلى مكانك مكان الزعيم المحيط الهندي والحصول على مكافآت حصرية يجب تفقد وضعك على قوائم الصدارة. الحين نروح نشوف قوائم الصدارة اللي يتكلم عنهم. من هنا ما اقدر اشوف نظرة عامة. هذا المصانع اللي عندي وما الى ذلك. نقدر نروح نشوف الاستحواذ القادم هنا بعد ربع ساعة بيبدأ استحواذ، بيعطيك مباشرة 3 أماكن تروح تحارب فيها مع الناس، ويعطيك مكان واحد تحارب فيه الكمبيوتر ويدخلوا معك 2. ف
كل الطريقتين تسويهن يعني تقدر انك تسويهن. لما يكون فيه بي في بي كو اوب، لما يكون فيه كو اوب افضل انك تسوي يعني الكو اوب لانه اسهل ويدخل معك ناس ثانية يساعدوك. سكر انزين يدخل معك ناس ثانية يساعدوك، واذا ما كان في كو اوب ف لانه بعض الاحيان يعني الكو اوب يظهر في مكان مثلا مكان انت اوريدي مسيطر عليه، مثلا هذه انا اوريدي مسيطر عليه مستحيل يطلع هنا لانه هذه الاونلاين يعني في طول القصه بتاخذها، بس مثلا عندي هذه وطلعت الكو اوب هنا فما بتظهر لي المهمه الزرقاء اللي هي كو اوب، بيظهر لك ثلاث مهام المسميه البي في بي، فتقدر انك تروح هناك تنافس ناس ويمكن يكون السيرفر فاضي او ما في اشخاص يعني يريدوا يروحوا لها، فتقدر انك تقدر انك تروح لها يعني وحدك وتكون كأنها كوب، او تدخل مع اصدقائك وتخليهم يساعدوك. تتيح فوائد الصدارة الموسمية لمقر القيادة تتبع النجاح لجمال الزعماء في احد المواسم وفقا لما تم احتسابه من التقدم على مدار الاسابيع، كلما جنيتم دولار اسباني اكثر ارتفع مستوى فئتكم الموسمية وتلقيتم مزيدا من الكيانات السيادية، ودليلا على دعم القيادة سيتلقى أفضل 8 زعماء أيضا مجموعة عناصر تجميلية حصرية للتباهي. نتمنى لكم التوفيق. تتكون فائدة الصدارة من قوائم الصدارة أسبوعية وموسمية. تتيح قوائم الصدارة الأسبوعية لمقر القيادة تتبع تقدم الزعماء المساهمين بنشاط في تجارة التهريب. يجب اكتساب الدولارات الإسبانية أكثر للارتقاء عبر الفئات الأسبوعية، كلما ارتفعت فئتك الأسبوعية حصلت على كيانات سيادية أكثر، يمكنك تبديل كيانات سيادية مقابل مكافآت في سوق سوداء لمقر القيادة. أتوقع هنا يكون مع رحمة وتشيروك. نشوف هنا عندنا الحين 500 و514 هي واحدة هذه منها ما أعرف، أتوقع الدولارات الإسبانية اللي جمعناها في هذا السيزن، وإحنا نقدر نطلع ونوصل فوق في المكافآت. المكافآت هذه 20,000 دولار إسباني، لا المكافأة تكون 450 من هذه. ما أعرف هالعملة أتوقع هي السيادية اللي تكلم عنها قبل شوية. المهام الموسمية اللي تخلص بعد 90 يوم، هالمهام الأسبوعية اللي تخلص تقريبا كل يوم أحد. مكافآتها لازم انك توصل 1200، فما بعيد الأولى أو الريت الأول يعني ما بعيد عنها. هذا كل شيء عن الدولارات الإسبانية. المشكلة انه بتبدأ مهام الاستحواذ بعد 10 دقائق، فما بسجل أو بعد 20 دقيقة، لا 10 دقائق، فما بسجلها الحين. التمويل بعد ما عندنا فما نقدر نخلصه. إحنا نهاية المقطع، أتمنى إنه عجبكم واستفدتوا، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو آخر.